أعيد اليوم تشغيل خط إنتاج جديد لمخبز قرية خربة الجوزية بعد الانتهاء من تركيبه بالتعاون بين محافظة اللاذقية وفرع المؤسسة السورية للمخابز ودائرة العلاقات المسكونية في بطريركية أنطاكيا والسائر المشرق للروم الأرثوذكس بالتزامن مع أعمال ترميم وصيانة واسعة نفذتها الدائرة. بعد إضافة خط جديد وتأهيل الخط القديم نتيجة الحريق الذي أصابه العام الماضي، وهذا المخبز وهذه الكمية التي يمكن إنتاجها من الخبز حوالي 18 طن يوميا تكفي المنطقة الشمالية بمساعدة الأفران الخاصة وتعم الرغيف الخبز للأخوة المواطنين في هذه المنطقة، وأيضا يمكن الاعتماد على الفائض من الإنتاج حتى بدعم إحياء المدينة. تعود أهمية ترميم هذا الفرن لأنه بيغطي مساحة واسعة من منطقة ريف اللاذقية الشمالي، وعدد المستفيدين كمان هو عدد ليس بقليل، يعني عم نحكي عن 25-30 ألف مستفيد من هذا الفرن من هاي الخدمات، فبالتالي هو يعتبر مشروع حيوي واستراتيجي بظل هالأزمة الاقتصادية اللي عم تمر فيها بلادنا نتيجة الضغوطات. هذه المنطقة بشكل عام فيها قلة في المخابز الخاصة، فمن شأن التوسع الذي تم إنجازه اليوم في خطوط الإنتاج أن يحقق استقرار وتوازن في رغيف الخبز في هذه المنطقة. طبعا بنفس الوقت هذا المخبز يؤازر أيضا أي منطقة من محافظة اللاذقية يحدث فيها شدة في الطلب على مادة الخبز. مشروع جدا مهم للمنطقة، الغاية منه أساسا هو تخفيف الازدحام على مادة الخبز وتحقيق استقرار في وفرة رغيف الخبز. الطاقة الإنتاجية للمخبز الكلية هي 18 طن للخطين، حتى حدود كسب والبسيط يقوم هذا المخبز بتقديم مادة الخبز للمواطنين. تغطية نشاط هذا المخبز يصل حتى منطقة ناحية البهلوي، حتى ناحية البهلوي تماماً.